مرحبا أيها الأصدقاء، بمناسبة شهر رمضان المبارك، قناة ميمي كرتون وقناة سبيستون لاف يقدمان الفنان أيمن السالك والفنانة رغدة الخطيب في بودكاست جديد، مقابلة مع فنانين سبيستون. سيكون هذا الاحتفال على شرف القائد حمزة، إنه يستحق ذلك. كوكبنا يسليكم، وش اسمه؟ الكوميديا. كيرو 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 كيرو. أجل، أخاف عليك منها يا تاما. في منزلنا واحدة مثلها تماما واسمها ماكسون. لن أسمح بحدوث ذلك، لا مستحيل، سنظل معا طوال الحياة ولن أبتعد عنك أبدا. هل أعجبكم؟ تابعونا قريبا في بث حصري على اليوتيوب. إلى اللقاء.